كانت امرك قرعوا لي العباد الله وبالش دومك يا عقل رابع الله يجزيك بخير عندنا الشوارع وراه غادي انا لبكالك الدري سلي لي كوجاك ب 10 دريات سكتو بها دي سير اخويا اللي ما استطاع اليه سبيل شوف ديسير اخو ما غناكلوش هاد العام صافي ولاو كياكلو الناس اللي عندهم فلوس درويش ما غيبقاش ياكل ديسير والله قاضي يا خويا غدا في خسران والله اتاخنوش من نهار جاب مخطط الاخضر حنا خويا ديسير غلا البوطه غلات كلشي غلا درويش مسكين محن والله والله ما بقى بلا شي واحد كيدخل ديسير لدارو والله نحلف عليها شي ناس كيشدو 3000 درهم و2500 و4000 درهم والله ما يوصل ليه والله واش عباد الله تفاح ب 25 درهم كي غادي يدير التفاح فيه تفاح فيه اربعه تفاحات كيلو فيه اربعه تفاحات وعنده اربعه الولاد مسكين كي غادي يدير التفاح السويله 1000 فرانك الكيلو السويله بالفرانك ديسير غلا دوله فلاحيه حنا حنا ما دوله فلاحيه ما والو الديسير ديالنا كامل كيتصدر برا كلشي كيمشي برا حنا الديشي مابقاش مخلينه ولينا ناكلو كنتي واحد الوقت كتجي تلقى التفاحه متقوبه مضروبه كان بلاد الدرويش كياكل دابا ما بقى والو كلشي داو كلشي داو موريطانيا وداو وخلونا حنا قاتلنا الجوع في هاد البلاد هادي حشومه عليهم كاع الله ياخذ فيهم الحق وهاد المخطط الاخضر الله اللي داروا حتى هو الله ياخذ فيه الحق من نهار جا اخنوش البلاد راجعه الله وعمرنا ما شفنا النهار الابيض معاه شو كرموز 25 درهم مع عباد الله كرموز كان كيتباع ب 1000 فرانك الصندوق 400 الصندوق ولا ب 25 درهم السويله كانت كتجي ب 400 الحك دابا ولا كياخذ الدري ب 6 درهم الكيلو اش من ديسير واش من راه خرجوا على هاد البلاد والله يا خويا تهلكونا بالله والله يتهلكوا الدرويش والله ياخذ فيهم الحق عينا ما نقول الله ياخذ فيهم الحق طلبوا من الله يعجل بالحق وياخذ فيهم الحق الله ينتقم منهم واش دير الكرموس ب 25 درهم يا عباد الله شكون غياكل كرموس ب 25 درهم في 10 الكرموسات شكون غيقد ياكلو البطيخ كان بلادهم كيبيعوا على الحبه ما كانتش شي حاجه كلشي كان كيتباع الحبه السويله عمرها ما تباعت الكيلو احنا ولينا كنبيعوها دابا الكيلو السويله فيها جوج كيلو ودير 400 ريال شغي 400 باش يتغدى السيد واش غياكل واش غيشرب وباش حشومه كاع والله الا الدرويش محن